لطفي لبيب محارب قديم وطول عمره ماشي بمنطق المحارب الشاب، فلما تمر فيه معاه أزمة صحية، ما إيه اللي حصل لك يا عم أنت؟ فجأة وقعت، اتنقلت انعاش، دخلت. إيه الحكاية يا جماعة؟ قالوا لي جلطة في المخ. معرفش المخ ده جالي منين. حبيبي يا لطفي. وبعدين تأقلمت مع الحكاية وبقيت مانيوال. المحارب الشاب زي ما قالت عليه صاحبة السعادة، فنان مش بتاع دراما وصعبانيات ولا بوكا ولا استعطاف للجمهور، بالعكس فنان كوميدي من الدرجة الأولى، مش في الفن بس، ولكن هو كشخصية مليان أمل وإيجابية، مفيش عمل شارك فيه إلا وكان ليه البصمة واضحة. والنصيب الأكبر من حب الناس ليه هو الفنان لطفي لبيب. يا ترى إيه حقيقة شائعات رجوعه للفن، وإيه أصلا سبب اختفائه الفترة اللي فاتت دي، وإيه أهم المحطات في حياته اللي أثرت فيه؟ تفاصيل كتير وأسرار كتير عنه يلا نعرفها. أنا ملك ريان، تابعوني. دايما الظاهر للناس بيكون غير اللي جوانا، ودايما نقول اللي بيضحك ويهزر كتير جوه وجع كبير بيداريه بضحك وهزار، وده شفناه كتير في حياة ناس كتير من الفنانين كوميديا. فعلى رأي النجمة أليسا عكس اللي شايفينها، الفنان لطفي لبيب زي أي إنسان حياته مش وردية ومليانة أزمات، وخاصة أزمته الصحية الأخيرة اللي كانت سبب بعده عن الفن لفترة كبيرة، وده خلى الجمهور يتساءل هيكمل فن ولا هيعتزل. معرفش المخ ده جالي منين، ده كان رد الفنان لطفي لبيب مع صاحبة السعادة لما سألته عن شائعات اعتزاله ومرضه، وبطريقته الكوميدية الخفيفة قال لها بقيت مانيوال، وده سبب تعرضه لأزمة صحية أثناء وهو شغال وقع وفقد وعيه. وعن حقيقة اعتزاله قال الفنان لطفي لبيب، أنا قاعد في بيتي وقت ما يجي الفن هنزل أفنن، وإنه طول عمره بيحب التمثيل وبيجري ورا هوايته دي لحد ما بقت مهنته. قال كمان انه ما تعودش يكون عاطل وهو في استراحة محارب مش اكتر. اما عن التمثيل، الجمهوري اللي مستني اعمالي مخبيش عليكم، انا في حالة مرضية ما اقدرش، اعتبروه شبه اعتزال او اعتزال، ادعولي ربنا يشفيني. ولما كان ضيف مع الاعلامي شريف عامر سألوا ليه دمعتك قريبة، رد لطفي لبيب وقال له بيصعب علي نفسي سواء كان في تكريم زي تكريمه من وزارة الثقافة او اكاديمية الفنون، فبيفتكر محنته الصحية ويبكي لان لولا تعبه ده كان جري على المسرح واستلم منهم الجوائز مش هما اللي نزلوه، ده غير بكائه وتأثره هو والفنان ادوارد لما كرمه في برنامجه القاهرة اليوم. وعبر كمان عن حبه الشديد للمسرح وقال بقالي 40 سنة ما وقفت الشغل في المسرح، وكنت ابتديت المسرح بمسرحية ليلة من ألف ليلة وما كنتش اتوقفت عن المسرح لولا لحظة، لغاية ما جات لي جلطة ونفسي أعمل حاجة تضحك المصريين. من كلام الفنان لطفي لبيب إنه بياخد فترة علاج من خلالها يقدر يرجع بقوة تاني للفن، وإن السبب في عدم ظهوره في الأعمال الفنية إن مفيش أعمال بتتعرض عليه، وقال بخف الدم منه إن لسه بيقدر يتحرك ويتكلم كويس وبخير وصحته بومب وزي الفل. والجزء الشمال بس هو اللي خارج نطاق الخدمة، ولكن الجزء اليمين لسه شغال عنده، والدليل على كده انه لسه مشارك فعلا في مسلسل راجعين يا هوا لما ظهر في مشهد مع الفنان خالد النبوي في المسجد. وأول مرة للفنان لطفي لبيب يقف قدام كاميرا السينما كان في فيلم الجلسة السرية مع المخرج محمد عبد العزيز، ومن بعدها فيلم كلام في الممنوع وكراكيب. بعد كل الفترة اللي مر بيها الفنان لطفي لبيب بكل رضا وتسليم لقدر ربنا، يا ترى هيرجع للتمثيل تاني ولا هيعتزل؟ وهل يا ترى لو رجع هيكون ليه أدوار محددة مناسبة لحالته فقط؟ مستنيين تعليقاتكم في الكومنتات.